فرحان بالتادس؟ بيان سور شعار الفرح المنتخب طلبنا بيش بروميان ما يطلع شي حاجة واعرة ان شاء الله بقنا نجيدون ان شاء الله بيتو اني نيري 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 هو انا شايفة بصراحة ان احنا في فرص الحمد لله ومش متشائمة بان احنا الشوط الاول خلصان 1-0 ضروري المغرب يزيدوا شي هدف سفيان بوفال كيتحارب بعدا معاهم وحكيمي شاو كيتحارب اما اللعابه الاخرين كيبانوا لي ناقصين شويه ديما المغرب المهم ان شاء الله باذن الله البطوله بتاعتنا الف مبروك ولعبنا ماتش كويس ورجعنا في النتيجه بعد ما كنا متاخرين مبروك لمصر مبروك لي مصر غير على المغرب ولكن هادو زادوا كرهونا في المغرب خصهم يربحوا عيب يربحونا هادو ديما كيربحونا عرفت شحال من عام وما كيقصونا من الكؤوس الواعره كيقصونا هاد المصريين هي كره القدم يعني كيوقعوا في حال هاد الحوايج اليوم كان الحظ ماشي معانا وكانوا شي اخطاء وداكشي كنتمنوا يتصحوا في قادم المناسبات